قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقلنا أنك إذا سمعت إذ فاعلم أنها ظرف زمان لما يأتي بعدها، وما أتى بعدها قال إبراهيم لأبيه آذر. إذن فإذ ظرف لقول إبراهيم لأبيه، وما معنى إذكر؟ إذ قال الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يصح أن ينسحب الكلام إلى كل متذكر من أمته صلى الله عليه وسلم. وقلنا لنا قبل أن نتكلم في موضوع الآية من مذكر وهو رسول الله، ومذكر به وهو قول إبراهيم لأبيه، يجب أن نصفي مسألة وقع فيها اللغط الكثير. هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن أخبر أنه من سلسلة نسب موحد لا يمكن أن يكون للشرك فيه مجال. وما دام الحق يكون في آية أخرى إنما المشركون نجس، فلو أن آذر والد لإبراهيم الولد الحقيقي لكان من ذريته محمد عليه الصلاة والسلام. إذن قول الرسول ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات يدل على أن نسبه الشريف مطهر من جهة الآباء ومن جهة الأمهات، ومطهر من ماذا؟ من الشرك. إذن فلا يصح أن نعتقد أن أبا إبراهيم آذر كان على هذا الوضع من الشرك. نقول وكيف تفسر قول الحق سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر؟ نقول إننا نأخذ اللغة ونأخذ استعمالات القرآن في معنى الأبوة. القرآن صريح في أن الأبوة كما تطلق على الوالد الحقيقي الذي ينحدر الولد من صلبه تطلق على أخي الوالد أو عمه. والدليل على ذلك أن القرآن الذي قال لأبيه آذر هو بعينه القرآن الذي قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله آبائك إلهك وإله آبائك. إذن آباء دي جمع أب، وأقل الجمع سلاسة. إيه الآباء؟ ذكرهم وألفهم إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إذن فإبراهيم أب وإسماعيل أب ويعقوب أب، هؤلاء هم الآباء المذكورون في هذه الآية. لكن كيف يكون من الصح أن إبراهيم أب لأن جد، ولكن إذا كان إسماعيل هو أب يبقى إسحاق مش أب لأنهم إخوة، وإذا كان يعقوب هو الأب يبقى إسحاق هو الأب يبقى إسماعيل ما هوش الأب، ما دام اثنين إخوة مشتركين في الجمع اللي هو آباء نقول يبقى إذن يجب أن تفهم أن الأبوة أبوة إسماعيل ليعقوب إنما هي أبوة عموما، لأن يعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق، وإسحاق أخو مين؟ أخو إسماعيل. يبقى إسحاق وإسماعيل الاثنين اشتركوا في الأبوة لمن؟ ليعقوب. إذن فقد أطلق الأب وأريد به العم. والرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على ذلك حينما أخذ عمه العباس أسير قال ردوا علي أبي، أبوه اللي هو مين؟ اللي هو العباس. وبعد ذلك نأتي لنقول إننا حين نطلق كلمة الأب في أعرفنا اعلموا أن اللغة التي نتكلمها لغة منقولة بالسماع مركوزة في آذاننا ينطق بها لساننا.
والعامية وإن كانت تحرف الفصيح إلا أن أصولها منقولة من أبا. هم يطلقون حين يريدون الأب الحقيقي يقولون له أب ولا يأتون باسمه الشخصي. إذا جاء لك إنسان وقال لك أبوك موجود فقط، ما قالش الاسم، أبوك موجود، يبقى انصرف لمن؟ إلى أبيه الحقيقي. لكن افرض إنه له عم يقول له أبوك محمد موجود، يبقى جاب العلم عشان يخرج منه، يخرج يبقى أبوك محمد، يعني ما أقصدش أبوك الحقيقي. وإلا لو كان يقصد الأب الحقيقي لاكتفى وقال أبوك موجود، ولكن حين يقول أبوك محمد موجود يبقى معناها إيه؟ إن محمد مش الأبوة الحقيقية. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه، لو سكت كنا نقول آه ده يصح الكلام ده ينقال إزاي يبقى آزر جد، إنما قال ده قال لأبيه ليه؟ لأبيه آزر، يبقى أتم آزر ميز باسمه الشخصي لمن؟ ليخرج الأب الحقيقي من كلمته، من كلمة أب. وبذلك تنتهي الخلافية في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. بعد ذلك نقول ولماذا يطلب الحق سبحانه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر إذ قال لأبيه، إذ قال إبراهيم لأبيه؟ أنك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من الرسل، وجاء في الأمة المواجهة، أول مواجهة في الدعوة وهي أمة العرب، وعلى رأسها قريش، وهو إن كان جاء على فترة من الرسل إلا أن إبراهيم يعيش في عقائد هؤلاء القوم. لماذا؟ لأن كل أمور إبراهيم نسكية كانت في هذا المكان. فمثلا ذبحه لابنه كان، رفعه للكعبة كان، والكعبة هي مركز السيادة لقريش، ولولا الكعبة لكانت قريش كسائر القبائل. إنما الحق سبحانه وتعالى قال لقريش إن السيادة التي أخذتموها على العرب كافة جاءت لكم بسبب إيه؟ بسبب الكعبة وهذا البيت. فلو لم يوجد هذا البيت والكعبة لكنتم قبيلة من القبائل عاديين، لا مهابة لكم ولا سلطان ولا جاه، إلا أن تجارتكم تذهب إلى الشمال وإلى الجنوب ولا يتعرض لها أحد بسوء أبدا. لماذا؟ لأن الذين يتعرضون سواء كان في الشمال ولا في الجنوب سيأتون في يوم ما إلى الكعبة هذه ليؤدوا مناسك الحج، فيتمكن منهم قريش. إذن فمهابتهم جاءت من وجودهم في البيت. ولذلك قلنا حينما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طب ودي ايه بقى؟ قال لك اقرا اللي بعدها على طول كده، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة البيت، رحلة الشتاء والصيف. اذا لو ان البيت تعرض للهدم من الحبشة لكانت سقطت مهابة قريش. اذا ربنا جعلهم ونصرهم عشان تفضل لقريش ايه؟ رحلة الشتاء ورحلة. ولذلك قال يعبدوا رب هذا البيت الذي دللهم بوجود هذا البيت فيه، والبيت الذي رفعه من؟ إنما هو إبراهيم. إذن فالقوم وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أن لهم صلة عقدية بمين؟ بإبراهيم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل إلى قلوبهم بالحنان الذي يعرفونه لإبراهيم، الذي هو سبب هذا العز وسبب هذه الإيه؟ وسبب هذه السلام. وأيضا لأن المواجهة العقدية إنما جاءت أولا لعبادة الأصنام، والمسألة في سيدنا إبراهيم برضو كانت أول ما جاءت لمين؟ للأصنام. إذن فهناك ارتباطات متعددة عشان يجيب قصة مين؟ قصة سيدنا إبراهيم ليرقق بها قلب إيه؟ قلب هؤلاء. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما؟ ما هي الأصنام؟ الأصنام هي شيء من الحجارة يصنع على مثال حي، يعني التمثال، لكن الوثن حتة حجر بس كده خام تتخط كده يقدسوها وخلاص، يبقى إذن فيه صنم وفيه وثن. فكرة الأصنام كيف دخلت على عقول الناس؟ ومن أين جاءت؟ الناس
لهم أسباب مباشرة في الحياة، فهو حين يتطلب الضوء يرى الشمس قد أشرقت، وفي الليل يرى القمر قد طلع، الله، ويرى الجبال عمالة تديهم ايه الصلابة والقوة ويعملوا فيها بيوت ويعمل الله. إذن ففيه أشياء الإنسان يرى فيها السببية الظاهرة ويعتقد أنها الفاعلة، فحين يرى الأشياء الفاعلة دي يقول الشمس دي لها إيه ده، لها قداسة، والقمر ده له إيه ده، له قداسة، هو اللي بيعمل كذا، هو اللي بيعمل كذا، هو اللي بيعمل كذا. إذن فقبل أن توجد أصنام وجدت كواكب كانوا يعبدوها، بدليل إن هو يقول أتتخذ أصناما آلهة، طب أدي الأصنام. وبعد ذلك يأتي في النقاش ما يجيبش سورة الأصنام، فلما جن عليه الليل رأى إيه، جابت أصنام هنا وجابت إيه كوكب هنا، ولازم في علاقة بين أصنام وبين إيه وبين كوكب. يبقى الأصل فيها إيه، الأصل أن الإنسان حينما يرى شيئا ينفعه يجعل كل النفع بهذا فيعطي له قوة يحترمها فيه. فابتدأوا لأن خالق هذه الأشياء غيب، واللي ظهر لهم مين، هذه الأشياء، فتوجهوا بالتقديس والعبادة لها، إلا أنها تأفل وتغيب، فقالوا نعمل أشياء تذكرنا بإهديه، صنم يمثل الشمس، وده صنم يمثل القمر، وده مصنم يمثل النجم الفلاني. إذن فالأصنام إنما جعلت لتذكر بالأصل من الإيه، من الكواكب. هنا احنا قلنا في اللقاء او امس ان الناس يجب ان لا تغفل المسبب وراء الاسباب. انت مثلا اذا جئت للطفل الصغير وبعد ذلك يرى اباه هو الذي يأتي له بالطعام ويأتي له بالشراب ويأتي له بالكساء ويأتي له بكل حاجة، يوم يفهم ان ده ايه، لكن ولده لما يكبر بقى يقول لا ده ابوه بيجيب الحاجات دي من فلان، لان فلان ده ابوه موظف عنده هو اللي بيديله، طب وفلان ده بيجيب المال مش عارف منين، مين عشان كذا، الله. اذا كلما ارتقى العقل يسلسل مين، يسلسل الاسباب. احنا قلنا الى ان تنتهي الى سبب ليس وراءه سبب، حين تنتهي الى سبب ليس وراءه سبب، قلنا اذا انتهت يد المخلوق في الاسباب يبقى تبدا مين، تبقى يد الخالق هي اللي ايه، هي اللي تبدا. اذا فالذين يفتنون بالاسباب هم الذين ينظرون على أنها الفاعلة بذاتها. ولذلك حينما غفلت قضية الدين في أذهان الناس ابتدأوا يشوفوا اللي بينفعهم إيه، بينفعهم كذا وكذا وكذا كذا، فتوجهوا بالعبادة لا. طيب كانوا مثلا بيحبوا الكعبة، بيحبوا الكعبة لأنها كذا وكذا، ولكنهم يغتربون في كثير من الرحلات، يوم ياخد حتة حجر من بتاع الكعبة دي ويهثر الرحل بتاعه، هل عشان تبقى إيه، تبقى حته من ال، يبقى يشوفها كده يطمن على انها من الكعب. ولكن بطول الزمن انفردت هذه الاشياء بتقديس الخاص بعزلها عن الايه؟ بعزلها عن الاسباب. طيب سيدنا ابراهيم عند العرب له هذه المكانه، وعند اليهود والنصارى له هذه المكانه، ليه؟ لانه حتى ادعوا ده وقالوا ان ابراهيم كان ايه؟ يهوديا، والناس قالوا التنين كان ايه؟ اذا يعني هم معترفين بان ابراهيم ده يجب ان يدعى لحسابهم. فبعد ذلك القران جاي يواجه مين؟ كفار قريش، وجاي يواجه اهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والمين؟ النصارى. الكل عندهم ابراهيم ده يعني ايه؟ نجمع عليه. فيجيب ربنا الحق سبحانه وتعالى قصه ابراهيم علشان يدينا قضيه الايه؟ قضيه العقائد، ويوضحها توضيح يؤنسهم بمن له في نفسهم دفع. إذ قال إبراهيم لأبيه أذهب أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك وقومك في ضلال مبين، قال لك ما هو الضلال؟ الضلال أن تكون تريد غاية فتضل الطريق إليه. أكن الناس عندهم غاية، الغاية أن يقدسوا ويقدروا من ينعم عليهم النعم، إلا أنهم أخطأوا الطريق ووقفوا عند السبب ولم يذكروا ما وراء مين؟ ما وراء السبب. يبقى الضلال جاي من هنا، ضلال إيه؟ مبين. فكأن من طبيعة الإنسان إن هو يتقدم بالولاء وبالخضوع وبشكر من يرى نعمة منه عليه، لكنهم ضلوا الطريق. ليه؟ لأنهم ساروا في النعمة في حلقات الأسباب، ولكنهم لم يصلوا بالأسباب إلى
الى المسبب. هذا هو الايه؟ هو الضلال. وده ضلال مبين ليه؟ ام قال لك لانك انت هتعمل فتنه خلق في خلق. وما دام عملت فتنه خلق في خلق، يبقى الانسان الاول اللي جه وفوجئ بان اقبل على عالم مخلوق له، اقبل على سماء واقبل على ارض واقبل على شمس واقبل على قمر واقبل على نجوم واقبل على سحاب يمطر له الماء واقبل على جبال تمد بالاقوات، كان من الواجب عليه ان يلتفت لهذه المساله. لا هو صنعها ولا ادعى احد انه صنعها، اما كان من الواجب ان يفكر تفكيرا بسيطا في من خلق له هذه الاشياء. ان ادفع الاشياء تحتاج الى صانع. الكوب الذي نشرب منه الماء ما بقاش كوب قدامي الا بعد ان انتقل من مراحل متعدده، ممن اكتشف الماده وممن صهرها كيماويا وممن عمل لها القوابل وممن انفق عليها الى ان الكوب البسيط ده. يبقى الحاجات دي كلها، يبقى مش لازم ادور على مين اللي عملها، كان لازم. وايضا احنا قلنا المصباح البسيط اللي بيديني نمره 5 ده، لو شفت الاجهزه التي خلف هذا المصباح لوجدتها اجهزه من امكانيات ماليه، من قدرات علميه، من ماديات موجوده في الارض الى ان وصل لك هذا المصباح. وبعدين المصباح ملوش عمر، لازم يتغير كل ايه؟ كل الشمس اللي عماله تنور نص الكون كده مره واحده، ولا لها قطع غيار ولا يوم قست ولا عندها حاجه. ما تقولش دي مين اللي عملها؟ طب ده هم دوشونا في المدارس عشان يقول اللي اخترع الكهرباء دي والمصباح الكهربائي واحد اسمه ايه؟ اديسون. وقعدنا بقى نقول اديسون ده يا سلام. طب ما نشوفش بقى، ما نرقهاش بسبب قوة الصنعة. لو رقيناها بسبب قوة الصنعة لأخذنا الإله الذي نعبده بمقدار ما يوجد بين الفارقة بين مصباح شمعة أو مصباح 5 شمعات وشمس تعمر ذلك الكون كله. كان لازم نبص هذا، لازم نبص لدي. إذن فالآفة أننا نقف فقط عند حلقات الأسباب، والوقوف عند حلقات الأسباب دي وقفة عقلية سطحية. إنما اللي عايز يمشي لازم يمشي يسلسل سبب ورا سبب ورا سبب ورا سبب إلى أن يأتي سبب ما وراهش إيه؟ ما وراهش سبب. فإذا كان إحنا بندور على مين اللي يصنع الشمس؟ مين اللي عمل القمر؟ مين اللي إدى الكون ده كله؟ كل ده بحث عقلي. وكان من الواجب أن نرهف آذاننا لمن يأتي ليحل لنا هذا اللغز، ويقول لنا بل كل عمل دي ليه؟ الله. وصفاته كيت وكيت 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 ومطلوبه كيت وكيت. يبقى اذا الرسل دي رحمة لنا ينقذونا ولا لا؟ دي رحمة لنا ينقذونا عشان يبينون هذا اللغز. فاذا جاء الحق سبحانه وتعالى وقال انا الذي خلقت السماوات وانا الذي خلقت الارض وانا الذي سخرت لك كذا وسخرت لك كذا وسخرت لك كذا، كلام منه لا يعتبر دعوة. اما ان تكون الدعوة حقيقية تبقى المسألة انتهت. طب وان كانت غير حقيقية يبقى اللي عملها غيره، اللي عملها حد تاني، نقول له ايوه يا سيدي حد تاني. تقول له لما ادعاها الله وحد تاني اللي هو عملها ما وقفش وقال لا ده الكلام ده مش صح، ده انا اللي عملت ما ادريش، يبقى ما ينفعش انه اله، على ودنه ما ينفعش انه يبقى اله. يبقى ما دامت الدعوه جت من المدعي ولم يوجد معارض له تبقى الدعوه لمين؟ لله. يبقى حين قال انا اله واحد وانا اللي خلقت ولا عمل، ان وجد معارض يتكلم، ما وجدش معارض تبقى الدعوه بتاعته ولا لا؟ الى ان يوجد هذا الايه؟ هذا المعارض. احنا ضربنا مثل ونهب انكم في حجره وبعدين قاعدين، وبعدين صاحب البيت وجد حافظه وقود في البيت فشل، وبعد ذلك جاء كل اللي كانوا هناك العشرة، انت ضعت لك محفظة؟ لا ضعت لك محفظة؟ لا ضعت لك محفظة لا. وبعدين جه واحد من العشرة قال والله انا نسيت المحفظة بتاعتي عندك. تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ تبقى بتاعته. ما دام العشرة اللي وجدوا في البيت لم يدعها مين؟ لم يدعها احد. يبقى تيجي المسألة الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان سلسلة الاسباب وسلسلة الظواهر يجب ان لا تقف عند الايه؟ عند الاسباب. ان سندتها للاسباب بس تبقى انت في ضلال مبين. ليه؟ لان كان من الواجب عليك ان تبحث ما وراء الايه؟ ما وراء الاسباب الى ان تنتهي الى شيء لا ايه؟ لا شيء بعده. اني اراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. كذلك كايه؟ اذا سمعت كلمه كذلك دي افهم ان ايه؟ ان في كلام
أي كما اهتدى إلى أن عبادة الأصنام ضلال قديم، مدام عرف ديا نريه ملكوت السماوات والأرض. ليه؟ أم قال لك لأنه ما دام اهتدى إلى أن دي كلام باطل وما يصحش يكون، يبقى اهتدى إلى أن في إله حق ولا لا؟ وما دام ارتبط بالإله الحق، الإله الحق يعمل وياه إيه؟ لازم يبين له أسرار الإيه؟ أسرار الأمور. ولذلك بعد أن خاطب أباه ابتدى يخاطب مين؟ يخاطب كون فعله. فلما جن عليه الليل، وكذلك يري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال لك ايه الملكوت ده؟ ما معنى الملكوت؟ الملكوت دي فيه حاجات اسمها صيغ المبالغة، فيه رحمة وفيه رحموت، وفيه رهبة وفيه رهبوت، وفيه رهبة وفيه ايه؟ يبقى لما تيجي بتهدي الصيغة دي تدل على الايه؟ على المبالغة، تبقى ملكوت دلت على الايه؟ على المبالغة في الملك. قال لك لأن الذي يمشي وراء الأسباب المشهودة له اللي مش غيب يبقى خد الملك، يبقى الملك هو ما تشهده وتحسه أمامك، والملكوت هو ما يغيب عنك. الملكوت هو إيه؟ ما يغيب عنك. يبقى إذن فيه ملك وفيه ملكوت، الملك هو اللي بتشاهد ده كله، لكن الملكوت ما وراء هذا الإيه؟ ما وراء هذا الإيه؟ هذا الملك. يعني مثلا سيدنا إبراهيم لما جه يتكلم على الشركاء لله قال ايه؟ فانهم عدو لي الا رب الايه؟ العالم الذي خلقني به فهو يهديني، والذي هو يطعمني واذا مرضت، والذي يموتني. لاحظ هنا الاساليب مختلفه، هناك من الذي خلقني ما قالش الذي هو خلقني، زي ما قال الذي خلقني فهو يهدين، ما جابش هنا هو وجاب هنا ايه؟ لان ما حدش ادعى انه خلق الانسان ابدا، فدي قضية مسلمة. وما دام القضية مسلمة مش عايزة تأكيد، انما 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 الهداية بتاعت الناس، واحد يدعي انا اللي بهدي الناس، انا اللي بقول لهم قوانين منظمة نفسهم، لك لا هو يهدين، يبقى دي اللي عايزة ايه؟ فما يدعى من البشر يؤكد به هو، وما لا يدعى يترك بلا ايه؟ بلا هو. يبقى الذي خلقني محدش بيدعيه، لكن الناس بتدعي انها هي اللي بتهدي الناس وتقول لهم قوانين وتعمل لهم نظم وبتاع. قال لك الذي خلقني فهو، يعني ما فيش حد غيره. طيب والذي هو يطعمني ويسقيني، الله هو يطعمني. قال لك لان الاسباب الظاهره قدامنا ان ابويا اللي بيطعمني وابويا اللي بيسقيني، وفلان بروح اجيب من عنده الاكل هو يطعمه، وربنا قال ايه؟ ويطعمون الطعام. اسند الطعام لمين؟ للخلق. اسند الطعام لمين؟ للخلق. فما دام اسند الطعام للخلق يبقى سيدنا ابراهيم بيقول هو ايه؟ يطعمني، لان ابراهيم عرف الملكوت، عرف ما وراء الظواهر. وما دام عرف ما وراء الظواهر يقول الله هو ابويا اللي جاب لي العيش ده، طب جابه منين؟ طب ما هو جابه من الراجل البقال، والبقال جابه منين؟ جايبه من المخبز، وانت يا مخبز جبته منين؟ جبت الدقيق من المطحن، وانت يا مطحن جبته الدقيق منين؟ من اللي بيعمل اللي بيزرع الغله؟ الله الاجهزه دي كلها. طب وانت اللي جبت الغله جبتها منين؟ جبتها من الحقل. طب والحقل انت يا حقل جبته منين؟ انتهت المساله. يبقى اذا عرف الملكوت يعني ما وراء الايه؟ ما وراء الملك، ما وراء هذه الايه؟ الظواهر. فبعد ان يسند الله سبحانه وتعالى الاطعام الى خلقه ويطعمون الطعام، وبعدين بيقول لا الذي خلق هو يطعم هو يطعمني ومين، يبقى عمل ايه؟ قفز من كل الاسباب والحلقات الظاهريه الى الى الايه؟ الى الى الحقيقه. يبقى عرف الغيب ولا ما عرفش الغيب؟ طيب والذي ايه هو يطعمني ويطعمني، واذا مرضت فهو هو يشفيني. طب ما قلت ايه يشفيني ليه؟ لما قال لك لان الاطباء بيعالجوا، الاطباء بيعالجوا، فيمكن الناس تفتن في الاسباب تقول هو ده اللي بايه؟ هو ده اللي بيطيبني. فانا اللي عايزه ايه؟ عايزه تاكيد، تقول لا اذهب انتقل من ظواهر الاسباب الى بواطن الامور، وانتقل من ظواهر الملك الى باطن الملكوت، علشان تعرف الطبيب بيعالج مش بيشفي. بدليل ان احنا شفنا كتير قوي قوي قوي، كان الناس مرضى وبعدين راحوا للطبيب بلحونا ماتوا فيه. يبقى الطبيب ده من وسائل الملك ولا مش من وسائل الملك؟ ويغلط في حاجه يوديه في ايه؟ سبحان من يرث الطبيب ايه؟ و...
وطبه ويري المريض مصارع الآسينة. يقول للطبيب اللي كان بيعالجك ده في حياتك الله، تبقى دي ايه؟ قال لك اذا لازم وهو يشفي، يعني الشفاء من الله. انما العلاج من مين؟ العلاج من الطبيب، لا الطبيب بيعالج اللي هو ما بي ايه ما بيشفي. فلما قال هو يشفي جاء في الاشياء التي يمكن ان يفتن الانسان في اسبابها واكدها بهو، اكدها بهو. حين تنظر الى ابراهيم في قصه العقيده تجد ابراهيم ده واخد سلطان كبير قوي. السلطان الكبير ده في العقائد معترف به من جميع الانبياء، لان ربنا قال فيه اشياء. وابراهيم الذي وفى، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال اني جاعلك للناس ايه؟ اماما، لانك انت مامون بقى تبقى مملوك. فابراهيم بمشاريته وبظاهر الملك قال قال ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي ايه؟ أئمة. اهو ربنا بده يوري الملك بقى والملكوت. انت اتكلمت في ظواهر الامور، انما لو من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لا دي بلاش يا ابراهيم، لان المساله مش وراثه دم ولا وراثه مش عارف ايه، ده نبوه ما ياخدهاش ابدا الا لمين؟ اللي يستحقه. تبقى دي وراء الايه. ولذلك قلنا ان سيدنا ابراهيم حينما جاء بابنه وامراته هاجر وضعهم في مكان بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم، وما فيش فيه حتى الشيء الضروري وهو الميه. طيب لما حطوه في المكان ده قال لي يا رب انا انزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا يقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس، وبعدين قال يرزق اهله من الثمرات. المسألة بتاع تعليم الملكوت الأولانية لا ينال عهد الظالمين، لما حد يقول له ولادي قال له لا ينال، ظلت في مين؟ في ذهن إبراهيم منذر. قال له إيه؟ انت ما تفرق، يجب ان تفرق بين خلافة النبوة وعطاء الربوبية في الطعام. قال له يرزق اهله من الثمرات، افتكر الحكاية بتاعت الزرية، قال له من امن ارزق يا رب من مين؟ من آمن الله. ليه؟ أما لك لأنه هو قال له لا لا ينال عهد الظالمين، فكأن إبراهيم ما فرقش بين العهد اللي هو بتاعت النبوة والإمامة وبين إيه؟ وبين مطلوبات الحياة. قال له ومن كفر أيضا، والحاجة مين؟ مين؟ ليه؟ أما قال لك لأن الطعام ومقومات الحياة دي عطاءات الربوبية، إنما المناهج دي عطاءات مين؟ الألوهية. الله سبحانه وتعالى رب لجميع الناس، لأنه هو الذي استدعاهم جميعا، المؤمن والإيه والطائع والعصوم، ده هو الذي استدعاهم إلى الوجود، يبقى يدلهم ولا لا؟ أم قال له ما قال وارزق أهله من الثمرات استدرك، مش كل أهله يا رب، قال من آمن، قال له لا ومن كفر، لأن ده عطاء مين؟ ده عطاء ربوبية، ملوش دعوة بحكاية الإيه؟ حكاية المنهج ده. إذا دي برضه من ضمن الأشياء اللي ربنا علمها لمين؟ اذا ابراهيم، وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات، وكل من يسير على قدم ابراهيم فيلتحق بذات الحق سبحانه وتعالى. وفيه فرق بين الالتحاق بالذات والالتحاق بالصفات. التحق به لانه رازق، لانه مغني، لانه مغني، لانه، انما انا التحق به لانه اله فقط وان افقرني. يبقى ده التحاق بمين؟ التحق بالمين بالذات. فسيدنا ابراهيم لما صف نفسه من هذه العقائد قال انت مأمون على اسرار كونك، خذ يا ابراهيم دي وخذ يا ابراهيم دي وخذ يا ابراهيم دي، ويبقيها الحق سبحانه وتعالى لكل من يخلص الارتباط بخالقه. اي واحد يخلص الارتباط بخالقه ربنا يديله ايه؟ يديله عطاءات من اسرار كونه. والحق سبحانه وتعالى حين يضرب لنا كثيرا من المثل في القران يقول ايه؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. حين تكون مامونا على ما عرفت من احكام الحق لحركه حياتك وتنفذه يقول له انت امين على اسراره، خد دي زياده، خد دي زياده، اتقوا الله ويعلمكم ايه؟ ويعلمكم الله. يبقى تتقي وتلتحم بمين؟
بالحق. وإذا ما التحمت بالحق كنت في دائم الفيضات من مين؟ من الحق. لأن الذي في معيته لابد أن يخلع الحق عليه من إيه؟ من صفاته ما يدلي صلته بربه ويطمئنه عليه. احنا مثلا لما جينا في مثلا قصة الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر في الغار، ألم يقل سيدنا أبو بكر لرسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا؟ قضية كونية يعني، فيه تبص كده هتشوفه. يقول الرسول يرد عليه يقول له ايه بقى لو نظر أحدهم تحت قدمه يراه؟ صحيح المسألة دي كقضية كونية ظاهرية واضحة، فالرسول ينقله إلى عالم ملكوت تاني خلاص. يقول له يا أبا بكر ما بالك باسمي الله ثالثهما؟ طب وما وجه هذا الرد؟ هو بيقول لو نظر احدهم تحت قدمي لايه؟ لرآه. يقول له ما بالك باسمين الله ثالثهما؟ يعني بيقول له اطمن ما حدش يشوفني، وبيجيب لي الاصل ليه؟ لان اثنين الله مين؟ وما دام في معي وما دام هما في معيه الله والله ثالثهم والله لا تدركه الابصار، يبقى من في معية الحق ملتصق به يبقى لا تدركه الابصار. فبقول له اطمئن مش هيشوفونا، لو وعظنا تحت قدمه مش هيرانا. ليه؟ قال لك لان ما بالك باسمين الله ثالثهما، هم في معية من لا تدركه الابصار، يبقى ما دام في معية من لا تدركه الابصار يبقى لا تدركه الايه؟ لان الضعيف حين يكون في معية القوي، قانون القوي هو الذي ايه؟ هو الذي يتغلب. ما تقولش قانون الضعيف هنا بقى، ده الانسان منا لم يشوف. لما يكون ولد الاطفال في سنه يضطهدونه ويؤمنونه ويؤذونه، وبعدين يشوفوه في ايد ابوه محدش يجرؤ ليه ناحيته. الله، اما الناس بتقدر على الناس ليه؟ الناس ما تقدرش على بعض الا امتى؟ اذا انفلتوا من معيه الله. انما واحد في معيه الله لا يكترئ عليه ايه؟ لا يكترئ عليه احد ابدا. ولذلك يرسل لنا ربنا قضايا الملك وقضايا الملكوت ويمثلها في مين؟ في رسول من كل عزم من الرسل، مع عبد صالح آتاه الله لأنه اتقى شيئا من علمه وطيبه، اللي هي في قصة مين؟ هي في سورة الكهف. عبدا من عبادنا آتيناه ايه؟ رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. يعني مش جاي عن طريق المين؟ مش جاي عن طريق الرسول، هو أخذ منهج الرسول الذي جاء به فأداه حق الأداء فاتصل بالحق. ما دام يتصل بالحق يبقى بقى بينه وبينه ايه؟ بيسموه ايه؟ بقى على طول. الله من لدن علم. قال له ولذلك القضية تستعجل. موسى ينظر في عالم الملك والذي آتاه الله من لدنه رحمة وآتاه من عنده علما، ينظر من عالم الملكوت. لكن موسى معذور لأنه بينظر في الدائرة اللي ايه؟ في دائرة الأسباب. والعبد معذور راحة لانه بينزل في دائره مين؟ في دائره الوزاد. هيقول لك وما فعلته عن امري، انا مش شطاره منه ماليش دعوه بالحكايه دي. يقوم شوف بقى تقدير موقف كل واحد من الثاني. العبد الصالح يقول انك لن تستطيع معي صبرا، يبقى عذر ولا ما عذروش؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يبقى اداله عذر ولا لا؟ أم قال له ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي. الله بقى الرسول اللي جاي يبلغ المنهج قال له اه، ما هو العبد الصالح خطف المنهج من الرسول ونفذه كما ايه؟ كما والتحم به، مش بالرسول بقى، التحم بمرسل الرسول. يقول يفيض عليه اتقى فيعلمه. فربنا جبلنا مع رسول من اولي العزم. قال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء. ليه؟ قال لك لانه عارف انه هيتكلم في عالم الملك وده هيتكلم في عالم الايه؟ في عالم الملكوت، ومساله صعبه قوي على بعض. قال له ان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ايه؟ ذكرى. انطلق. طب حين ركب السفينه خرقها العبد الصالح. الخرق افساد ظاهري في عالم الملك، لما تشوفه يقول لك لا هي افساد ايه؟ ظاهر. فموسى يقول هذا القانون اختل، انت اعتديت على سفينه وغلامين في مش عارف ايه والله، فازاي اعتديت عليها بالافساد؟
قال لي انا مش قلت لك انك انت مش هتصبر معي ولا لكش طاقه معايا لانك ما تدريش المسائل دي ايه. قال لي بس افتكرت. وبعدين جه حكايه الغلام، وبعدين جت حكايه الايه؟ الجدار. حين ننظر الى المساله نجد عالم النور الملكوت بيصحح الشذوذات في عالم الملك. عالم الملكوت يصحح ايه؟ الشذوذات في عالم الايه؟ احنا قلنا ان خرق السفينه افساد ولا لا؟ لكن اذا علم موسى ان هناك ملك ياخذ السفن السليمه الصالحه كده ويستولى عليها وينصبها، ودي بقى السفينه لمساكين يعملون في البحر، وعايز العبد الصالح يحافظ لهم على السفينه عشان الملك المحتسب ده ما ياخدهاش، يوم يعمل فيها ايه؟ يخرق. عشان الملك يقول مخروع بلاش اسيبوها. يبقى اذا المقارنه مش بين سفينه سليمه وسفينه مخروقه، لا، المقارنه بين سفينه مخروقه ولا سفينه اصلا. تبقى الهله احسن، يبقى المخروقه احسن، قال نصلحها. يبقى لو علم موسى نفسه بهذه المساله كان هو اللي خرقها ولا لا؟ اذا لو علم صاحب نظريه الملك ما في نظرية الملكوت من أسرار لفعل هو إيه؟ لفعل هو هذا. إذن فعلم نيجي مثلا قتل غلام، طب دي سفينة، وبعدين مشوا كده قام رأى غلام فقتله، قتل غلام وغلام ذنبه إيه؟ ونقعد بقى نعمل إيه؟ كيف؟ يقوم يفسرها له يقول له أما الغلام فكان أبواه إيه؟ مؤمنين. قال كده خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يقعد بقى عايزين يدللوه، يمكن يجيب لهم مال من حرام، يمكن يعمل مش عارف ايه من ويعمل لهم فتنه. طيب عاد اما قال لك نقوم ناخد الغلام ده من سكتهم عشان يظل لهم ايه؟ الايمان ودينهم. وما دام ظل لهم الايمان ودينهم تبقى دي غايه الغايات ولا لا؟ غايه الغايات. طب والغلام ذنبه ايه؟ تقول له والله ما انت عارف ده ذنبه ايه؟ ده ربنا عجل به الى الجنه مباشره. يبقى عمل في الاثنين جنيه ولا ما عملش جنيه؟ يبقى عمل في الاثنين جنيه. يبقى ما تقولوش قتل الغلام ليه؟ لانك انت تصعب عليك الغلام لما يكون الغلام ده انت فاهم انه هيوفق في الدنيا وهيعمل كذا وهيعمل، لا ده هو خدها من ايه؟ وقصر له مسافه التجربه في الدنيا ووداه الى مين؟ ووداه الى الجنه. يبقى اذا عمل في الاب في الوالدين ايه؟ جميل، وعمل في الغلام جميل ايضا انه عجل به الى الايه؟ طب لما جه في الجدار قال لك يا اخي ما هو انت تشوف برضه عالم الملك هنا وعالم الايه؟ عالم الملك. في ظاهر الامر لما اتيا اهل قريه استطعما اهلها. معنى استطعما اهلها يعني طلب ايه؟ طعاما. وطلب الطعام شهاده صدق في الضروره. لما يقول لك اديني فلوس يمكن تقول ده بيدكنها بقى وبيحوش وهيبقى على قلبه كله مش عارف، انما بيقول لك اديني رغيف اكل. هل تعتقد ان واحد شبعان ويقدر ياكل؟ ما يقدرش ياكل. اذا ما دام بيقول لك اديني رغيف اكل يبقى معناها ايه؟ ده آية صدق الضرورة أن تطلب طعاما. واحد يجي يخاف لا تكذب لك بس يقول الله يجيب لي رغيف وشوية فولة كله، يبقى ده صادق ولا مش صادق؟ طب ما دام استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما، يبقى دول إيه بالنسبة للخلق؟ لئام ولا كرام؟ ده ما قالهمش ادونا فلوس، ما قالهمش، ده بيقول ادونا بقى ايه؟ ادونا ناكل. طيب ما رضوش ادوهم اكل. وبعدين العبد الصالح شاف جدار يريد ان ينقض، يعني شاف جدار كده قايل للايه؟ للسقوط. ام اقامه وقعد يبنيه ويعمله ومش عارف ايه وبتاع والناس دي. فصدنا موسى زعل، احنا استطعمنا هؤلاء فلم يطعمونا فكيف تبني جدارا لهم ايه؟ وهم ما ادوناش الطعام. كان يصح ان تاخد عليه ايه؟ اجر، لان يقول لئام ما ادوناش الطعام اللي احنا طالبينه. سيدنا موسى بيقول كان حسب الظاهر. لكن العبد الصالح لما حد يشرح المساله قال له انت لو عرفت انا عملت كده ليه؟ طب ما انا عملت كده عشان هم لئام ولا ادوناش طعام. فحبيت اجازيهم واعاقبهم. ليه؟ قال لك لان ما دام لئام ولا ادوناش طعام ونحن قد طلبنا الطعام، لو ان الجدار وقع وظهر الكنز تحت وهم لئام بهذا الشكل كانوا يعملوا ايه؟ كانوا ياخدوا الكنز ده وياكلوه على مين؟ يبقى انا دلوقتي انا جاملتهم في اني ما خدتش الاجر ولا عملت فيهم فصل لاني ما خدتش منهم؟ طب ده انا عملت فيهم فصل، ده انا دريت عليهم الايه؟ عليهم الكنز. وبعد ذلك تلتفت تشوف عالم الملكوت بقى
عالم الملكوت شغل في غير عالم الايه الظاهر. طب هو الجدار يريد ان ينقض فاقامه. ليه؟ قال له عشان لما العيال يحضروا بقى كده الايه ياخدوا الكنز بتاعهم. طب وايه اللي هيعلم العيال ان فيه كنز تحت الجدار ما دام الجدار قد بني؟ لازم العبد الصالح بناه بهندسه ايمانيه الهمه الله بها بحيث اذا بلغ الولدين الرشد الجدار ايه يبقى بناء مؤقت موقوت، زي ما تظبط المنبه على كذا او تعمل القنبله الزمنيه على كذا، برضه هو بناء ايه بناء ايه موقوت، بحيث انه اذا بلغ الرشد يحصل ايه يحصل ان الجدار يقع، وبعدين لما يقع وهم كبار يبقوا ياخدوا ايه ياخدوا. يبقى فيه نظام عالم الملك وفي عالم الايه، يبقى عالم الملكوت هو الشيء الذي يغيب عنا وراء الاسباب، وكثير من الناس يقف عند الايه عند الاسباب ولا ينتقل من الاسباب الى السبب المباشر إلى, الى 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 ان ينتهي الى سبب ليس بعده ايه ليس بعده سبب. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ليه؟ قال لك وليكون من الموقنين. الله، هو كل ما تجيله حاجه يعني حاجه جديده كده يعرف من الملكوت، يبقى يتيقن ولا ما يتيقنش؟ ليكون من الموقنين. موقنين دي جمع، يبقى موقن اقل له ثلاثه يا شيخ، موقن وموقن وموقن. يقول له ايه؟ لان اليقين عندنا بينقسم الى ثلاث مراحل. يقين من بعلم من تثق فيه، يقول لك الشيء الفلاني كذا كذا فتثق فيه وتتيقن لانه ما يكذبش عليك. ويقين بعين ما تخبر به، ويقين بحقيقه المخبر به. يبقى كم حاله؟ ثلاث حالات. يبقى في العلم من الموثوق به يعطيك ايه؟ يقين. وعين المخبر به تعطيك يقينا ازيد، وحقيقه الموقن به تعطيك حقيقه ازيد. احنا ضربنا زمان مثل وقلنا مثلا ابقى انك سافرت الى بلد وبعدين كنت تحكي عن مشاهدك فيها، فقلت مثلا لمن تحدثهم انني ذهبت الى البلد الفلاني فوجدت فاكهه في حجم البطيخه ولون البرتقاله وطعم المانجا ورائحه الايه التفاح. شوف الفاكهه فيها كم ايه، وانت صادق عندهم يبقى خدت منك، خدوا منك ايه صورة الشيء بس، نقل صورة ذهنية لما رأى، لكن لأنك صادق تيقن ان انت مش هتكذب، هتكذب في دليل. يبقى ده خدوا ايه علم، علم ايه يقين. فاذا ما دخلت الحجرة وجبت الفاكهة اللي انت جبت واحدة منها وياك وحطتها كده ايه قدامه، انتقل العلم اللي هو صورة ذهنية الى ايه حقيقة، بقى عين الايه بقى عين اليقين. وبعدين جبت السكينه وشققتها بقى وقلت لكل واحد خد شقه وكلهم مش عارف، يبقى حقيقه ايه؟ حقيقه اليقين. يبقى اليقين مراتبه كام؟ ثلاثه. وما دام مراتبه ثلاثه يبقى في يقين علم، يقين عين، يقين حقيقه. يقين حقيقه. حق سبحانه وتعالى قلنا لما عرض هذه المساله أعرضها في سورة التكاثر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا إيه؟ سوف تعلمون، سوف تعلمون، ثم كلا سوف بيأكدها، كلا لو تعلمون علم اليقين. إذا أخبرتكم يبقى دي السورة العلمية كان يجب يكون أنا أخبرتكم خلاص، يبقى علم إيه؟ اليقين. لو تعلمون علم الإيه؟ ثم لترونها عين اليقين، هتشوف النار في الاخره كده. لكن حقيقه اليقين ما جاتش في هذه الصوره، انما جاءت في صوره اخرى، والى لقاء اخر ان شاء الله.